فتره ستيس ديال. شكرا اصدقاء ديالي بزاف على الكومنتار ديالكم، بزاف بزاف والدعم ديالكم ليا ديما. وسمحوا لي مانيش ندخل عندكم هاد الايامات، يلا 4 ايام من تقطع ليا الويفي، عندي شي مشكله هنايا، عادي يجيو يبدلوا لنا ديك لاباري، غير صبروا سيمانه، دابا راه 4 ايام حنا كنتسناو. من بعد ان شاء الله غادي يدخلوا واحد 3 ايام ولا يدخلوا لي الويفي، يردوا راه داخل ولكن عندهم مشكله مع لاباري، يرجعوا يبدلوها لنا وندخل عندكم ونشوف المشاهدات ديالكم ومردود عليكم اللي دعمتوني تانتوما. شكرا بزاف. وهذا الشيء اللي درت هذا الفيديو غير باش ما تقولوش مانيش ندخل عندكم ولا شي حاجه، راه عندي مشكل في الويفي، راني كنعمر غير الكارطه بها باش راني درت الفيديو اللي قبل وغادي ندير هذا، يعني ما كنقدرش ندير المشاهدات بزاف للناس الاصدقاء ديالي باش ندخل عندكم. ونتمنى توالفتوا شويه مع رمضان وهذا الشيء اللي كان. واليوم بغيت ندير واحد الطاجين، انا محبه ديال الخضره، كتعجبني الخضره بزاف، ندير جلبانه والقرنيه اللي هو لي سانتي ولا كاتشوفا اللي هو القرنيه والجلبان، وكوليس اللي هو الكرم، الكرم هو صغير كيتباع في البلاستيك بحال هكا، يعني انا كنشري على طول العام الخضره، يعني كنخليها في البلاستيك في الفريجيدان، كنشري حاجه ديال المنتجه. هذا لي سانتي اللي هو الجلبان والقرنيه، حتى هذا شريته تديرني شاريه اللوبيا شعره، اللوبيا شعرة هي راني شريتها تلجة، ولكن مبغيتش نديرها مكتعجبنيش من تكون تلجة كتولي إيما، شريت اللي هي نورمال هكا لأن يعني هذا وقتها وكلش. وصافي دابا راني كنوجد الطاجين دابا راني غادي ندير، لأن حنايا جوج ديال الأشخاص يعني ماشي بزاف، درت شوية دجاج مع البصلة خليه يتحمر شوية ورمي فوقها الخضرة. وهذا الشي اللي درت الفيديو غير باش تسمحوا لي بزاف، لأن مانيش ندخل كندخل كنشوف، ولكن ما نقدرش ندير لكم مشاهدات كامله لان عندي غير جيجا، وكعافه مع اليوتيوب كياكل كي، ومع دايره داك الجرس كيجيني بزاف ديال الناس كتاكل لي الكونيكسيون، ولكن صبروا عليا غير هاد الايامات ان شاء الله وندخل عندكم كامل ندير المشاهدات والكومونتاريو. فالي المهم هذا هو الطاجين ديالي، مازال ما درتش لا عطر لا والو. المهم هذا هو الدجاج، درت البطاطا، درت الكوليس اللي هو الكرم الصغير، درت الزروديه السناوريه، دي سانتي اللي هي الجلبانه، والكاتشوفه كاتشوفه ما تبانش مع بيضه بيضه هي القرنيه، والبطاطا والفوديه اللي هي اللوبيا شعره، ونتمنى ما نسيتش شي حاجه، وهاكا الفوديه صافي. المهم دابا ندير شويه العطور وصافي. انا ما عنديش مع الطواجن بزاف، ما كنديرش الطاجين كندير الكوكوت ولكن تشهيت مع رمضان ما بغيتش داك المرقه بزاف، نبغي غير الخضره نحس بها بحال راها بلا روا بلا حتى شي حاجه، مكانتش ليله بزاف. ودابا ندير العطور ونخليها طيب على خاطرها. ودابا غادي ندير واحد السلطه ديال الفريز، نديرها ما عادش ندير لهم السلطه الخس، بغيت ندير سلطه بالخل. كنا شنا واحد الفريز بزاف ولكن نسيتو، بقالي هنا غادي يمشي يضيع لي، اللهم ندير سلطه بعدا به نخدم به. وندي واحد البنانة وتفاحة ونقطعها مع باش ندير سلطة وصافي. هادشي اللي كان مع الطاجين مع سلطة ديال الفروتة مع ديال الفروي. ايوا الله جعل شي بركة ايوا هذا هو الطاجين التالي، هذا هو طاب دابا، وشوية تمر شوية زلابية، ما عنديش مع زلابية بزاف، انا كاع هادشي ديال المعجنات ما عنديش معاها، ولكن نذوق نحس برمضان. وشوية زيتون كحل وزيتون حار شويه، والسلطه ديالي هي اللي درت فريزه وشويه بنان شويه تفاح، نديرها مع الماطه كب عليها من الفوق وصافي. والماء لا جعش بركه، الحريره ما بغاش نسخنها لان هي كتعمر لك القنت وما كتخليك فين تزيد تاكلي، اللهم تاكلي حاجه ديال الصح ديال الخضره اللي كتنفعك. يلا رمضان كريم، والصحه ديالكم، الصحه فطوركم لي زامي كاملين.